أمير عربي ينتمي لواحدة من أغنى الدول، ولكنه ترك كل ذلك وتحول إلى فدائي قاتل إلى جانب صدام حسين، ولكن الرئيس العراقي غدر به. تميز هذا الأمير بروح المقاتل حتى حينما قاد منتخب بلاده في كرة القدم، إذ نزل إلى الملعب وألغى هدفا دوليا فرنسيا ضد منتخب بلاده أثناء تصفية كأس العالم. الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، أصغر أبناء أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر، ولد في الكويت عام 1945 ودرس في مدارسها. بعد إتمام مراحل تعليمه التحق بالجيش الكويتي عام 1963، وحاز على رتبة ملازم عام 1965. بعد عامين رقي إلى رتبة ملازم أول. حفلت حياته العسكرية بالكثير من المنعطفات الملفتة، إذ شارك الجيش المصري ضمن البعثة العسكرية الكويتية في حرب عام 1967، كما كان له دور كبير في دعم الفلسطينيين، إذ قاتل الأمير ضمن صفوف منظمة التحرير الفلسطينية من عام 1965 وحتى عام 1972 في جنوب لبنان، وأصيب خلال هذه الفترة 3 مرات خلال العمليات العسكرية. استكمل الأمير رحلته في دراسة العلوم العسكرية، حين سافر في بعثة عسكرية إلى المملكة المتحدة عام 1969، ليعود بعدها إلى الكويت برتبة نقيب عام 1970. في عام 1988 قاتل الأمير الكويتي إلى جانب الجيش العراقي، إذ سافر بنفسه للعراق وشارك بمعركة تحرير الفاو المحتلة من إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ترأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1978، وقاد منتخب بلاده في مونديال إسبانيا عام 1982. وأثناء سير المباراة بين المنتخب الكويتي والمنتخب الفرنسي، أحرز المنتخب الفرنسي الهدف الرابع، لكن الكويتيين احتجوا بسبب صافرة انطلقت من أحد الجماهير، فتوقف لاعبو الكويت على هذا الأساس. أعلن الحكم الروسي صحة الهدف، وبشكل مفاجئ تدخل الشيخ فهد ونزل إلى أرضية الملعب وتحدث مع طاقم الحكام ليتمكن من إلغاء الهدف الرابع، مسجلا سابقة فريدة بتاريخ كأس العالم. بعد انتهاء المباراة فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة مالية على الوفد الكويتي قدرها نحو 10,000 دولار. عام 1990 غزا العراق دولة الكويت الساعة 8 صباحا من يوم 8 أغسطس. نقل للأمير من حرسه أن صدام حسين أقدم فعلا على غزو الكويت وأن القصر الأميري محاصر. لم يصدق الشيخ فهد ذلك، واعتقد أن انقلابا عسكريا وقع بالبلاد، فتوجه إلى القصر واستطاع التسلل إلى داخل القصر ووجد بعض الشخصيات متحصنة به فأصر على المقاومة. بعد معركة مع الحرس الجمهوري العراقي الذي يحاصر القصر الأميري الكويتي، سقط الأمير على يد الجيش الذي كان يقاتل معه كتفا في كتف قبل عامين. شاركنا برأيك، هل أصاب الشيخ الراحل بموقفه في مونديال إسبانيا عام 1982؟ إيكو عربي.